ولتسليط المزيد من الضوء مشاهدينا ينضم إلينا هاتفين الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. دكتور طلعت بعد التحية، يعني هي تجربة رائدة تجمع ما بين مؤسسات العمل الأهلي، القطاع الخاص وأيضا مؤسسات الدولة. السؤال هنا، كيف ترصد دور العمل هذه الجمعية في خدمة أهالينا الأكثر احتياجا، وما هي الخطة لتنمية الاحتياجات الخاصة بهم؟ طبعا تجربة فريدة وتجربة رائدة وغير مسبوقة. طبعا دي مش لا جمعية ولا مؤسسة أهلية ولا اتحاد. طبعا في مسميات للعمل الأهلي، هو جمعية، في مؤسسة، في اتحاد إقليمي، في اتحاد نوى، في اتحاد عام، ودي كل دي نص عليها قانون 149 لسنة 2019. ولكن الشكل اللي موجود في الاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي يختلف اختلافا جذريا في تشكيله وفي انشطته وفي موارده وفي يعني امور كثيره. على يعني على سبيل المثال، هو التشكيل نفسه بيتكون من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والقطاع الخاص والشخصيات الطبيعيه والشخصيات الاعتباريه. وعشان كده نحن حتى لاحظنا في المؤسسين نفسهم، هنلاقي في طبعا جمعيات وهنلاقي مؤسسات، هنلاقي الاتحاد العام، هنلاقي بنك الطعام، هنلاقي يعني الزكاة الازهر اللي بيشرع عليه فخامة الامام الاكبر، هنلاقي الهيئات مختلفة، يعني هنلاقي المعهد القومي للاورام اللي تابع لجامعة القاهرة. فهي مجموعة من الكيانات اللي هي كلها بتصب في دعم المواطن الاكثر احتياجا. وعشان كده هي ديت يمكن عمق التجربة، ان هي جت في توقيت غاية في الصعوبة، ان اللي طبعا الدوله والمجتمع والعالم كله يمر بازمات اقتصاديه طاحنه منذ ازمه كورونا ثم الحرب الاوكرانيه الروسيه، ودي كان لها توابع شديده على المجتمعات على مستوى العالم، ومصر جزء من العالم. فكان لابد ان يكون هناك تكاتف للجهود مع الدوله وجود الدوله، ان هو نحصل رفع معاناه عن كاهل المواطنين والتخفيف من الاثار اللي هي بتبقى نتيجه القرارات الدوله والحكومه بتاخدها دايما يعني. وهنا من هنا بنشوفها تحالف ليس يعني لمنطقه معينه بعينها، ولكن التحالف لمصر بحالها، يعني التحالف والانشطته يعني بتشمل من اول حلايب وشلاتين لحد راس لحد العلمين لحد مطروح لكل محافظات مصر. التحالف ايضا انشطته متنوعه، مش نشاط معين في ده، ولكن النهارده ما بيشتغل في مجال التنميه شغالين، في مجال مثلا دعم الفلاحين، في انتصار الفلاحين اللي هم كانوا بيعانوا معاناه شديده مش قادرين يزرعوا اراضيهم، فلا احنا بندعمها. يعني خلينا اسالك هنا يا دكتور طلعت، يعني كيف يتم تحديد الاحتياجات في كل منطقه او كل مثلا قريه او كل محافظه؟ يعني هل يتم رصد هذه الاحتياجات ومن ثم يتم الترتيب والتنسيق للمساعدة ويعني إعطاء أو منح هذه الفئات الأولى بالرعاية أو المحتاجين، ثم يتم يعني العمل على يعني بهذا الصدد؟ بطمن حضرتك إن يعني قبل التحالف ما يبدأ أو أول ما بدأ في مارس 2022 من خلال المساخ العمل اللي تم، كانت قاعدة بيانات على أعلى مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الضمان الاجتماعي هيئة الرقابة الإدارية، يعني معلومات مدققة ويتم دايما تطويرها وتنقيتها ويعني بشكل دوري. فدي عندنا قاعدة البيانات من في كل قرية وكل عزبة وكل نجع، يعني قاعدة كاملة جدا، وتستطيع انك انت في غرفة العمليات بتاعة التحالف تطلع على أي قرية في أي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية من 4500 قرية، هتشوف كل ظروف كل أسرة عاملة إزاي، دخلها عامل إزاي، عدد أفرادها، مشاكلها، كل دي مسائل موجوده. فما كانش الشغل بيتم باسلوب علمي وليس باسلوب عشوائي، ولكن اسلوب يميل الى التخطيط بشكل كامل جدا. فدي طبعا يمكن دي فلسفه التحالف، ان هو مش كيان عشوائي او كيان بتاع مناسبات، ولكنه كيان مبني على التخطيط وعلى العلم وعلى المعرفه وعلى الوصول الى المواطنين الاكثر احتياجا. ويمكن احنا عندنا تجربه التحالف ما بدا بيها. طبعا قبل التحالف كان كل جمعيه بتشتغل منفرده في مكان معين، ممكن تبقى خمس جمعيات كبيره تشتغل في قريه معينه او في محافظه، بينما القرى الثانيه او محافظات او باقي المحافظات لا تنعم بتلك الخدمات. ولكن لما جت تجربه التحالف هذا الامر انتهى، اصبح في خريطه عادله، وطبعا بنركز فيها. القافله لما كانت بتنزل التحالف
بيبقى فيها خدمه صحيه، فيها خدمه دعم نقدي، فيها دعم عيني، فيها اعطاء فرص عمل للاسر اكثر احتياجا، ذوي الاعاقه، كل الكلام ده بيتم بقافله قد تصل الى 5 مليون جنيه، يعني قافله اللي بتستمر لمده يوم كامل. واختيار هذه القافله واختيار هذه القريه بيكون بدقه شديده جدا وليست فيها اي نوع من وفقا لقاعده البيانات المتوفره هذه الموجوده نعم. بشكل كامل يعني. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، اشكرك شكرا جزيلا.